في مؤتمر صحفي عقده بجدة كشف القنصل التركي عن معلومات جديدة حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت بلاده لها. هذا المشهد وقع ليلة 15 تموز على جسر بوسفور. 5603 معتقلون بعد أخذ أقوالهم أرسلوا إلى السجن، وحاليا تحت التوقيف 300,000 شخص. هذه من الجيش، من شرطة، من القضاة. خلال حديث القنصل قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للشرعية في جمهورية تركيا. بهذا الصدد، بهذا الموضوع، مساند مملكة واضحة ومساعدة واضحة في موقف المملكة واضحة، صديقة وفي التعاون التام. في ضمن هذا المساندة من متورطي هذا الانقلاب عسكري، ملحق عسكري كويتي تركي بعد فشل بتركيا كان يهرب إلى هولندا على طريقه كويت ثم إلى دمام، من دمام إلى ألمانيا، من ألمانيا إلى أمستردام. كان طريقه في تذكرته هكذا، وجهات المملكة وقفوا هذا الرجل في دمام، قبض عليه وسلم إليه بالطائرة السعودية، أرسل بطائرة خاصة سعودية سلمه إلى جهات تركيا. أضاف القنصل التركي أن المجموعة الإرهابية أفسدت الكثير من مؤسسات الدولة التركية، مشيرا إلى أن الحكومة التركية كثفت عملياتها لمتابعة ومعاقبة المخربين. فهد السمحان، الإخبارية، جدة.